اهم درس لازم تتعلمه قبل ما تفتح مطعمك. بالفيديو ده انا هختم سلسله الدروس اللي لازم تتعلمها قبل ما تفتح مطعمك بالفيديو الاخير والمهم، بس الاول ما تنساش تقول لي سمعت الدروس اللي فاتت ولا لسه، ولو سمعتهم واستفدت منهم شاركهم للي ناوي يفتح مطعم علشان نكبر مجتمع عياده المطاعم. صناعه المطاعم علشان تنجح فيها لازم يكون عندك شغف، فنصيحتي ليك ما تدخلش الصناعه دي الا لو بتحبها فعلا، لانك حرفيا هتتعب قوي وهتقابل تحديات كتير. الشغف هو اللي هيخليك تقدم ضيافة حقيقية، والضيافة الحقيقية هي سر كبير من أسرار نجاح المطاعم. عارف كده زي السهل الممتنع، الضيافة موجودة في كل بيت مش بس جوه مطاعمنا. لو قدرت تقدم لزبونك ضيافة حقيقية زي اللي بتقدمها في بيتك لعز أصدقائك وقرايبك هتنجح نجاح باهر جدا. من الاخر كده خلي الزبون يحس انه هو قاعد في بيته، وقولوا لي في الكومنتس هتعملوا ده ازاي. الشغف كمان هيخليك قد التحديات ونفسك طويل، لان المطاعم عايزه النفس الطويل. المطاعم استثمار متوسط لطويل الاجل، يعني اوعى تكون مفكر انك هتبدا تمسك فلوس اول ما تفتح باب مطعمك. لو مفكر كده تبقى غلطان قوي، انت عايز على الاقل من 6 شهور لسنه علشان تبدا تكسب، ولازم تكون عامل حساباتك على كده. اتمنى تكون السلسله دي كانت مفيده بالنسبه لكم. شكرا لكل الناس اللي شاركتها على يوتيوب وانستجرام وتيك توك وفيسبوك. انا يونس ودي عياده المطاعم.